إذن متابعينا الكرام، يأتي هذا الشوط السابع الذي يحمل لنا في طيات أيضا الصعوب وأشواط الصعوب. هذه أيضا تنطلق أمام حضراتكم بهذه الاندفاعات الرائعة والجميلة. هكذا ينطلق هذا المسار مع الإبكار لفئة الصعوب مباشرة إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول متابعينا الكرام. ومن يأتي مع الصدارة الأولى هناك أيضا مياسة لبدر بن حمد بن سعيد الجنيبي، بينما المركز الثاني هنا شعار بن يطبع يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا أشعيله. عبد الله بن سهيل بن يطبع العامري يقدم لنا أشعيله في هذا المسار، بينما المركز الثالث هنا أيضا متابعينا الكرام القادمة في هذه اللحظات شهنيل سهيل بن دحبة بن قنزول العامري، ولكن العودة العودة مع الصدارة الأولى، العودة مع مقدمة الشوط مع مياسة، مياسة العودة للإنجاز تعود. هذه مياسة تتقدم مع المركز الأول، وبدر بن حمد بن سعيد الجنيبي هنا يقدم لنا مياسة. الله 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 الله، أداء رائع، أداء جميل، فئة الصعوب، الشوط المرغوب، مياسة مياسة مياسة. تهانينا لبدر بن حمد بن سعيد الجنيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وسعدت مساء. تهانينا والناموس. المركز الثاني الوصول متابعينا الكرام من ايضا شعله، نعم بالفعل، عبد الله بن سهيل بن يطبع العامري، بينما ثالث الاسماء المركز الثالث شهنيل سهيل بن دحبة بن قنزول العامري. تهانينا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام لمن قدم لنا مياسه بدر بن حمد بن سعيد الجنيبي وتوقيتها الزمني في شوط الصعوب. تهانينا وناموس. دقيقه 43 ثانيه، 43 ايضا جزء من الثانيه. تهانينا وناموس.